أكيد لك إن التيشيرت وكان التجول هقرأ الزرقان اليوم يوم 16/6/2022 نازل لك أبو أوريجينو كلير هم قاعد أنا اللي بعجبني في المجرمين دول هم يوميا بصوروا بس صوت وصورة وفيديو وشغل موسخ توثيق بالكامل يعني ناري مرتكب الجريمة هو يوثق هذا إلا هم دول بس المجرمين دول يجوا تشات دول يهتموا يوم قالوا أن هنا نمشي تشات نشغلوا أوينكم أمهاتكم وأخواتكم نشغلهم خضب خلي بالك تماما يا المشاهد الكريم يا المتابع الناري من بارين الناس كان جرى الدوري شغلوا له إيه أنا خدامة الدوري شغلوا بنيت خدامة أخت خدامة مرت خدامة كاكايت خدامة أي واحد عندك في بيتك ده بودو شغلوا ده قبس آه ده هم قال أننا كان جينا ده نسوزي ده وحسة قال نسوزي إيه لكم ونادو أحمد كسرة وبابوري ومن ده جيت أولي قال ديل القاية خدمة واحدة تامة واحدة وداي واحدة بيه بابوري زغاوي أحمد كسل مسلاتي داد دا جاء يعني خلاص هم الناس ذلك عندهم مشكلة مع الرطانة الناس ذلك يا تم أنا داير إنه في قناة تشاد 24 ناقشوا لينك تشاد 24 الناس ذلك يا تمك الناس ذلك الناس اللي يجوا يشغلوا للأمهات في البيوت وللأخوات في البيوت للزوجات في البيوت الناس ذكي يأتمه كده أنا عارفوا ما هويتهم شنو نازل يأتمه برنامجهم كشنو ناقشتوا أنا أتمنى زي ما أنتم مرقتوا يوم ده قد تقولوا دارفورين ولاجين وداري خربوا شات ونازل جبنان في شات وأننا استقبلناهم في الأخير لا لا حس كلامه قبل ينقل لشيفك أيوة الناس ذل ميمي أيوة دول وداي ودول تامة نعم دول كلهم أبناء مبا نعم واحد جاي يقول لك أبناء مبا أن نجي في شات نشغلهم خدم لأمهاتهم في خدم في البيوت طيب نربط الموضوع نربط الموضوع الكلام والجميل قال يا هود طيب 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 خلاص حلو دول ده بيقول إنه نحنا السودانيين استقبلنا التادي هو تادي واستقبل السودانيين بعفوية وبعد ذاك حصل انه خطاب بتاع كراهية وبتاع نحن بنناضل في ارضنا نحن ونحن نعرف تمام همتي الجنجويتي تشادي والمعاو 80% تشادين وقاعدين يقتلونا انت ذاتك جنجويتي انت ذاتك اللي قاعد تتكلم جنجويتي طيب كرف الضوء صح؟ ما في سوداني طبعا شطر ضوء قال لهم يلا مع السلامة صح؟ هاي طيب وقت اصلا هم السودانيين طردوهم هناك ديل حسي جبت لكم المكالمات الصوتية دي اكد الولد ده تأكيد تماما بانه الناس المشغلينهم ديل تشادين يعني نحن برا ليه عشان ما تنط رقبتنا تمام نكمل المكالمه الصوتيه اخواتهم لزوجاتهم لبناتهم انا اتمنى انه رسالتي توصل لكم باسرع وقت تمرقوا في قناه فينكاتر ده تشات فينكاتر ده لازم تدينوا وتستنكروا وتعرفوا لين الناس دول يا تم المجرم ده هنا قلنا سابقا ونقول له كرر ولا عندنا قبيله ولا عندنا اسره ولا عندنا اهل نادنا مجرم ده مجرم لكن الناس الداري يجوا بس يشغلهم للأمهات وللأخوات وللزوجات وللبنات خدم في بيوتهم ده تشاهدين الموضوع ده موضوع خطير جدا نار ده ولد هناك ولدكم الفات جاي يفتش ذهب ولدكم الفات جاي يفتش رزق هنا الله في تراب أنا شات داخل له كروبو جاي يشغلوا شنو زي الأبيت وداكو جاي يقولوا الأبيت الأنباي تخه الأبيت تخه يا جماعة هنا في كارثة انتوا نايمين وما لماكم ونازل بصوروا بدقوا بفعلوا وهسف الفضل اللي قال عليه نجوا لبناتكم واوينكم واخواتكم نشيلوا نشقلهم ايوه في كل ايوه عشان نكرر الفيديو ثاني وبابوري هذا الكهبة شوفوا هذا الوداي شوفوا مسكين شقلهم رجالة 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 شوفوا هذا رجالة ود الكهبة انت من اروع والله اذا اشترى الرجالة حتى انت ود الكهبة شوفوا شقلوه عشان تعرف ديل تشادين القبضهم ديل وهم ما عندهم علاقة معنا نحن سودانيين صح؟ ما عندنا مشكلة في نفس اللحظة مع تشاد بلاك بيبول ولكن اي زول عنده جنسيته وعنده زول عنده حدوده
الجنجويد ديل اصلا هم تشادين عشان كده محروقين، ونحن حنطردهم حنطردهم خيرا معصوفا عليهم. يا جماعه ما ممكن تشوف زي ديل، وما طبعا كبار كده ابو جنافيد لكن ما قدر يتصوروا في الشاشه. ففرقك بينك وبين الزول ده سلاح. نتمنى انه الحكومه التشاديه تتدخل عاجلا ام عاجلا، تشوف الفيديو ده محله وين بالضبط كويس، وامك عبد اللابيد عشان ما ينط في رقبتنا ساكت. انا ماك شغله سلاحك بس ويا دارفوري. الزول المسكين ده يا جماعه شيلوه معاكم ما عندنا مشكله، لكن زول تعرفوا انتوا قروش، ها تعرفوا انتوا قروش، انتوا ذاتوا شيلوا قروش لو ما عنده بندقيه. انتوا ذاتوا البسوا كده الكاريزما شفتها نينجا، انتوا ذاتوا شيلوا قروشه. الزول ده ما صالح، الزول ده يبي يداري على دارفور، الزول ده ذاته مجرم. الزول ده شفتها بيجيب لكم الفقر. اي تاجر موجود في دارفور اسمع الكلام ده كويس، تاجر في دارفور ما عنده اقل حاجه المفروض يكون عنده 4-5 بندقيه ويدي للناس الجيران اللي جنبه ذاته. تاجر، التاجر ده قاعد يجيب لكم الفقر. زول اللي عنده بهايم ما عنده بندقيه ده هو قاعد يجيب لكم الفقر في دارفور. ليه؟ لانه الجنجويد بيجي بيشوف القريه دي فيها قروش ولكن ما فيها سلاح. عندهم معرسين جوا بعرفوا، لو فيها سلاح البيت فيه كلب ما بيجي اشوفها ما بيجي فوق. انتوا ذاتوا الدارفورين بدل الجنجويد يشيلوا المال ده، ها؟ زول ده ذاته ما صالح، ماله ده شيلوا ذاته اشتروا اسلحه. ما ممكن قريه فيها مال وما عندها سلاح بتحمي نفسها، وبعد ذاك الجنجويد يجي يشيلوا المال ويكتلوكم انتوا زي اللي حصل لاخواننا كم 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 في دارفور ده حصل. ما صالحين ده ابي اداري، ده حقهم ذاته ينشال المفروض. زول قاعد في الاتحاد الاوروبي، قاعد في الاتحاد الاوروبي ما مش شغال، عنده بيزنس اكاون حقه عنده قروش، ها؟ ده المفروض يدفع جزيه صدق لو ما عنده بندقيه. نحن ذاته نرجع انت عارف نخرت مع الناس ديل، شفت نخرتهم جد عشان نقدر نتمكن به ذاته، لانه ديل ابي اداري ديل وسخ، ديل جايبين لنا الوسخ في دارفور. فرقك بينك وبين الزول ده سلاح بس، ما عنده رجال، رجالته شنو؟ قول له راح ندق بنيات بس، بنيات بدون لا سكين لا عكاز لا بنيات بس، نحط السلاح رجالتهم اقسم بالله خير السلاح ده والله ما عندهم رجاله، لانه جدودنا كان بيقاتلوا بالفراق، يا تحارب شغل بهم. والكلام ده كله من شفته في ناس معفنين في دارفور، في ناس وسق في دارفور، في ناس بيداري على ناس على اهل دارفور. ناس تبنى وناس وسخ من اي قبيله بدون استثناء لاي طرف، من اي قبيله فيه الوسخ. والفلاته تحياتنا اللي مرسلون لنا رساله واضحه جدا، قال لي والله اقسم بالله الدرش الدرش نام ده شفته؟ ده ما درش نام ذاته، مسح نام زي الساكت وبعرفونا كويس. قال لي لو دارفورين كلهم قاموا زي ده درش ودرش 10 يوم بس، والله دارفور ده تنضف زي جبال النوبه قسما بالله جد. لكن قال انتوا رمم الفلاتة عليك دينك. عبد الرحيم واخوه ما ركوا، ركوا ولا الفلاتة ولا ما ركوا؟ بين مني اركم من ركا ولا ما ركوا؟ حميدتي رسلهم قال لي امشوا اعملوا مصالحة، والمصالحة ذاته تمت بين الفلنجايات بتاع الفلاتة، مش اصلا كقبيلة فلاتة. ها؟ ذول يعيش فوق الارض ده بكرامة، يعني تحت الارض بكرامة، إلى متى؟ ويصوروا فيديوهات يا اخي، فيديو في النيجر في زفت الطين، ديل منهم جابوا اسمي ولا ما جابوا اسمي؟ ديل تشاديين ولا ما تشاديين؟ علاقتهم باسمي انا شنو؟ الجنجويد قلت لك اصلا تشاديين. ان شاء الله الفيديو ده يكون في شفته في واق الواق، ان شاء الله يكون في ولايه فيكتوريا الفرس. الفيديو تلخيص الفيديو بقول شنو؟ كان في افريقيا الاوسطى، كان في النيجر، كان في محل الدحب بس. بقول شنو؟ اي زول ما عنده قروش، ما عنده قروش ده حبابه الف، الناس يشيلوه طوالي في اكتافه. تمام؟ طيب نمشي قدام شويه. اي زول عنده قروش ده المفروض يتركب طوالي بس، ما عنده بندقيه ده يتركب بس. ما داير انه تسوى شنو يا حبوب؟ ده بجيب لك الفقر يا زول. ده بجيب لك شفت المحل اللي فيه السكر بجيب النمل صح؟ ده كانه سكر. سكر بجيب النمل في المحل ده. ما نافع، زول عنده قروش في دارفور ما عنده بندقيه، ده ما صالح، ده المفروض يمشي الاخره طوالي.